السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية تكملة لمحاضرة أمس. أتشرف أن أكون مع حضراتكم دكتور محمد عبد الله قاسم، Lecturer of Removable Prosthodontics، Faculty of Dental Medicine، الأزهر University، كايرو، إيجيبت. وأحييكم من مكة المكرمة، وشرف أن الواحد يكون في مكة المكرمة طبعا. فالنهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على بارت 2 من محاضره بروستاتيك مانجمنت اوف اكوايرد ماكسيلري ديفكت. سريعا هنفكر باللي احنا قلناه بالامس. احنا اتكلمنا ان احنا البارت بتاع البروستاتيك مانجمنت اوف اكوايرد ماكسيلري ديفكت، وقلنا وير ام اي، فقلنا ان انا هشتغل في 3 فيسز: سيرجيكال فيس، هيلينج فيس، وهيلد فيس. سيرجيكال فيس اللي هي ايام الجراحه، ما قبل الجراحه وما بعدها، وعملنا حاجه اسمها immediate surgical obturator، عملنا له construction before surgery، وعملنا له insertion immediately after surgery في الاوبريتنج روم، داخل الاوبريتنج روم قبل ما البيشنت يقوم خالص. وفي قليل من الاحيان ما اتعملش هذا immediate surgical obturator، فبعد 7-10 ايام عملنا delayed surgical obturator. بعد كده بشهر بدانا يحصل healing للwound، فبدأنا نهيئ البيشنت بتاعنا ان هو كمان فتره هيستقبل الديفينيتيف اوبتوريتور، فعملنا حاجه اسمها ترانزيشنال او انترم اوبتوريتور، وده بيكون ايميديت برضه بيتعمل بعد شهر. وبرضه في قليل من الاحيان لو كان هيبقى فيه راديشن ثيرابي، قلنا ان هو هيستمر معانا سنه او اكثر، وبالتالي هحتاج ان انا اعمل له موديفيكيشن باستمرار، وهحتاج ان انا احطه في الراديشن سورس مثلا، فهنسميه delayed interim obturator. النهارده بقى ان شاء الله خلاص حصل complete wound healing، فهعمل للبيشنت حاجه هتعيش معاه forever بقى ان شاء الله، اللي هو اسمه definitive obturator. فيه بقى ما كناش حاطين اسنان بوستيرور، ولما كنا حاطينها قبل كده كنا حاطينها على استحياء، بدانا بكلوزر لامب وبعدين بدانا نحط فلات تيث. النهارده بقى هنبدا نهتم بالاستاتيك والفوناتيك و مستكات الافشنسي، وهكذا كما نتعامل مع الكومبليت دينشر او الار بي دي. بس برضه الوظيفه الاساسيه بتاع هذا الديفينيتيف اوبتوريتور اللي هو اسمه بيعمل كلوز للديفكت اللي موجود في البلد، ميك سيبريشن بتوين اورال كافيتي اند نيزل كافيتي، دي البرايمري فانكشن بتاعته. صوره تذكره للي عملناها امبارح سريعا. اول سلايد هتورينا، شايف ده ميديت سيرجيكال اوبتوريتور كلير اكريليك بليت، عامل ريبليسمنت للنورمال بلاتا كونتور بس مع واير كلاس. شايف بقى هنا البيشنت لسه تيومر، واحنا في قلب العمليات اهو، زميلنا الدكتور اسامه هلال مع الدكتور احمد الفار في قلب العمليات، ولسه ما شالوش التيومر اهو. بعد كده التيومر اتشال تماما، دخل الدكتور اسامه هلال وحط الميديت سيرجيكال اوبتوريتور، ومنتظرين بقى ان شاء الله الحاله دي معموله قريبا، فمنتظرين ان احنا نعمل لها الانترم اوبتوريتور ثم الديفينيتيف اوبتوريتور. معنى ذلك ان انا النهارده هتكلم على ديفينيتيف، حاجه نهائيه معموله لدنشرس بيشنت ما عندوش اي اسنان خالص، ولارج ديفكت واخد كل الماكسيلر ستراكشر، او ديفينيتيف اوبتوريتور فور دنشرس بيشنت بس شويه سمول ديفكت صغيرين، فانا عندي تشانس حلوه ان انا يكون عندي ريتنشن وستابيليتي وسبورت. بعد كده هتكلم على ديفينيتيف اوبتوريتور فور بارشال ايدنشرس بيشنت كان عنده اسنان طبيعيه وبالقدر حصل هذا الاكوايرد ديفكت، او التيومر اللي اتشال فشال جزء من البلك مع الناتشرال تيث مع الالفولار بون ففضل ديفكت، هنبدا نتكلم عليهم واحد واحد. لو لاحظت هنا بدانا نشوف الدنشر بيس بقت ميتاليك، او حتى لو هي اكريليك معاها اتاتشمنت بولاند سوكت، وبقت الاسنان البوستيرو تيس موجوده، وبقينا بنتكلم في حاجه ديفينيتيف بيرمننت بقى اوبتوريتور. اذا ديفينيتيف اوبتوريتور اللي هو ويل بي كونستراكتد وين سيرجيكال وند از فولي هيلد. هل اقدر اقول ان انا مثلا بعد شهر او 2 أو 3 أو 4 مانثز افتر سيرجري؟ اكيد في فاكتورز والافكت وند هيلينج هتختلف من بيشنت لبيشنت، زي مثلا ريسبونس اوف ذا بيشنت تو سيرجري، مثلا اميون سيستم، سيستميك ديزيز، جنرال هيلث ستيت، السايكليك ستيت بتاعت البيشنت، نيتروشنال ستيت بتاعت البيشنت، السايز اوف ذا ديفكت، هل هو سموكر ولا مش سموكر؟ هل بياخد راديشن ولا ما بياخدش راديشن؟
التيوريتور اللي انا كنت عامله له قبل كده البروجنوزز بتاعه اخباره ايه، هذه العوامل جميعها هتحدد حصل كومبليت وند هيلينج اللي هو بتختلف من بيشنت لبيشنت. على اساسها هنبدا نعمل كونستراكشن لديفينيتيف اوبتيوريتور. زي ما احنا اتكلمنا برضو لما قلنا الاميديت سيرجيكال اوبتيوريتور لو كونسيدريشن، خلي بالك منها ان هو البودي نفسه يكون سيمبل وكلير اكريليك ومش عارف البوردر ايه، وفي الفيتنج سيرفيس هحط وير لوب عشان اعمل تيشو كونديشن ماتيريال، برضو نفس الكلام هنا في كونسيدريشن لازم تحطها في دماغك اول ما تيجي تتعامل مع ساتشوريشن. واحد ديسكفرنج بروسيس برايمر فانكشن تو ميك سيبريشن بتوين اورال اند نيزل كافيتي كلوز اور كفرز اوف ذا ديفكت، دي المين فانكشن بتاعتك. حققتها وقدرت بعد ما حققتها تجيب ريتنشن وستابيليتي وسبورت، تدور في الاستاتيك ازاي ودور في الماستيكات والافشنسي. يعني مثلا لو كان السبورت مش عايز فورس كتيره، شوف نوع الاسنان اللي انت هتستخدمها سمول ولا لارج، تقلل العدد بتاعها ولا تزوده، تقلل السايز بتاعها ولا تقلله، تاخد اناتوميك ولا سيمي اناتوميك ولا فلات، على حسب الكواليتي اوف ذا تيشو اللي موجود عندك اللي هي هتحقق لك السبورت. لازم تعرف ان هيحصل تيشو تشينج، لان هيحصل بقى ووند كونتراكشن عشان يحصل بقى باستمرار بمرور الوقت، لان ده ووند مش حاجه طبيعيه. فنتيجه للتيشو تشينج ده هيحصل ان الاوبتيوريتور بتاعنا هيبقى لوز. ليه؟ ادي التيومر او الديفكت اهو والاوبتيوريتور بتاعنا دخلنا فيه بقى واسع، حصل كونتراكشن للتيشو، وبالتالي انت محتاج ان انت تعمل كونتينوس ريلايننج او ريبيزنج او تغير التيشو كونديشن ماتيريال. ولذلك لو تفتكر بالامس لما سالت حضراتكم وقلت احنا نعرف نعمل هذا الاوبتيوريتور من فليكسبل ماتيريال ولا ما نعرفش، بس الاجابه هنا اهو، انا بحتاج اعمل ريلايننج او ريبيزنج او تيشو كونديشن ماتيريال او اعمل ادجستمنت الاسنان او اغيرها، الحاجات دي كلها هل هتنفع مع فليكسبل ولا لا. بعد كده هنعمل موفمنت اوف بروسيزس، ده ديفكت عندي كبير وخصوصا لو كان ايدنشولس مع لارج ديفكت، فانت متوقع ان يحصل عندك موفمنت لهذا الاوبتيوريتور انسايد ذا ديفكت. موفمنت اوف ذا اوبتيوريتور انسايد ذا ديفكت معناها ايه؟ احنا بنتكلم على الخاصيه ايه؟ بنتكلم على خاصيه السبورت اللي هي كواليتي اوف ذا تيشو تو ريزيست فيرتيكال سيتنج فورس. تخيل نفسك واقف مثلا على الارض غلط تماما او واقف على اسفنج، ايهما هيقدر يشيلك اكثر؟ نفس الكلام، انت معاك دلوقتي ديفكت كبير متوقع ان الاوبتيوريتور يتحرك بداخله لما الماستيكاتوري ماستيكيشن يشتغل، وبالتالي دور على سبورت كتير، كفر ماكسيمم بوسبل اريا، اعمل امبلانت واتاتشمنت، اعمل الاوبتيوريتور تو بارت زي ما هنقول حالا دلوقتي. المهم تتاكد من موضوع السبورت عشان ما يحصلش موفمنت للاوبتيوريتور انسايد ذا ديفكت. طبعا اكستنشن انتو ذا ديفكت، انا همتد باكستنشن انتو ذا ديفكت، همتد بالاوبتيوريتور اللي انا هعمله او الحته اللي اسمها البلب، هدخل بيها لغايه فين في قلب الديفكت بتاعتي. هو قانون ان انا لازم ادخل جواها وادخل لغايه فين، بتعتمد على هل امكنك ان انت تحصل على ريتنشن وستابيليتي وسبورت من الريمينينج ناتشرال تيث او من الريمينينج هيلثي تيشو اللي انت قلت للدكتور الجراح وهو بيشيل التيومر ريموف اول تيومر سيل، بس في نفس الوقت بيرسيرف نورمال هيلثي تيشو عشان اجيب منها سبورت. هتعتمد بقى على الحاجات دي، انا عندي سبورت كويس اعرف اجيبه من الريمينينج هيلثي تيشو من البلد او من ناتشرال تيث هعمل لها اوكلوز ريست، او ربنا كرمني وعرفت اعمل امبلانت لهذا البيشنت، يبقى خلاص ملوش لازمه ان انا اعمل اكستنشن كبير قوي داخل هذا الديفكت، ما عنديش سبورت ولا ريتنشن ولا امبلانت ولا حاجه، مضطر ان انت تعمل اكستنشن داخل هذا الاوبتيوريتور على قد ما تقدر، وتقفل بس الاندزايربل اندركات واي اندركات ثانيه هتستخدمها بانجيجمنت تيشو كونديشن ماتيريال عشان تعرف تجيب منها ريتنشن. وجود اسنان ناتشرال تيث معناها ان انا هعمل كلاسبنج لها واعمل اوكلوزال ريست لها، بس تيك كير خليك ويذن فيسيولوجيك ليميت بتاع البريدنتال ليجامنت بتاعتها، ما تروحش على سنه ويك وتروح عامل لها كلاسبنج من كل اتجاه وحاطط عليها كلوزر ليست من كل اتجاه هتفقدها. تيك كير في التعامل مع التيث وخصوصا لو كانت كومبرومايزد. ويت اوف ذا بروسيسس اللي هو البلب بورشن هو الزايد عن الكونفشنال كومبليت دنشر، الحته اللي اكستندد الاوبتيوريتور او البلب ده
هو ازاي يتعامل كونفنشنال تنشن، وبالتالي هي اللي زودت لي الويت بتاعي. بس انا لازم مضطر ان انا اعمل اكستنشن واعمل البلب دي، يبقى حلها ايه؟ اعمل لها هولوينج من جوه، خليها مجوفه من جوه، تبقى انت قللت الوزن بتاعها. او اعملها تو بارتس، بارت لوحده كده اوتيوريتو في قلب الديفكت، ويعمل ريبليسمنت النورمال بلاتال كونتور، يبقى انت عندك النورمال بلاتال كونتور بقى موجود لوحده اهو. اعمل بقى دنشر هنا بتتعمل دنشر عادي، يبقى انت كده فصلتهم الاثنين عن بعض وعملت ده جزء لوحده وده جزء لوحده، هيتصلوا مع بعض الماجنت، يبقى انت قللت الويت وزودت الريتنشن وزودت السبورت كمان. تعالوا بقى نشوف بقى واحده واحده فيهم ونتكلم باختصار شديد ان شاء الله، ونبدا بالديفينيتيف اوتيوريتور فور ادنشرس بيشنت بس توتال ماكسيلوكتومي ديفكت، لارج ديفكت كبير عاوز تعالجه وتعمل له اوتيوريتور. ايه رايكم في هذه الصوره؟ في ريميننج بلاتال ستراكشر قليل قوي، البروجنوزز بتاع حاله زي دي بيكون بور. وقبل ما تبدا وقبل ما توعد البيشنت باي حاجه لازم تعرفه ان الحاله صعبه، ويا ريت اعمل امبلانت علشان اجيب منه ريتنشن او ستابيليتي او سبورت. ما قدرتش اكون متذكر ان انا قلت للدكتور السيرجن اعمل لي سكين جرافت من الثاي او الفور ارم واعمل لي حوالين البريفري بتاع الديفكت، هيكون حصل لها اورجانيزيشن وبدات تبقى تتشكل زي اندر كات من السوفت تيشو، اكت از كاشن بتوين الاوتيوريتور والمارجنز بتاع الديفكت، فالفورسز هي هتروح عليها تعمل لها ابزوربشن، ولو انا حطيت شويه تيشو كونديشن ماتيريال هتعمل لها انجيجمنت الاندر كات دي. خلي بالك وشوف انا هعمل اكستنشن قد ايه في هذا الديفكت، ولو عندي فايتال ستراكشر ولا لا. فتاكد من البدايه ان انت بتتعامل مع حاله صعبه، وعلى اي حال احنا لازم نشتغل لها. فهنبدا التكنيك بتاعها ازاي؟ زي ما قلنا بدايه لازم تتحلى بالصبر وبالرحمه. شايف البيشنت وحالته ده اكوايرد، حاجات اكوايرد ما كانتش كونجينيتال، كان شخص طبيعي وجاله اكسيدنت او تيومر كبير اضطر ان هو يكون في هذا الموقف. فلازم في البدايه تعمل له سيلف اشورنس، يكون حد معاه من قرايبه، تعمل فاميليار ريليشن شيب معاه، وطبعا هتقعده في ابرايت بوزيشن، وتشيل لو فيه اوتيوريتور قبل كده او دريست تشيله، وتعمل كليننج وتعمل توبيكال انستيزيا، تبدا برايمري امبريشن بنذكر بعدين بنفس اللي فات من التري، طبعا هتكون من سوفت ميتال او بلاستيك تري، ما فيش اي شاربنس في الفلانجز، فلانجز نفسها تكون شورت لان ده كومبليتلي دنشرس، وهاجي عند الديفكت سايت وهشيل الفلانجز اصلا او اتنيها واحط عليها واكس عشان اعمل سبورت للامبريشن ماتيريال، واعمل بلوك اوت لكل الاندر كات اللي موجوده لفازلينيت الجوز واي سنسيتيف اريا، واخد الجينيت امبريشن في ابرايت بوزيشن جنتلي ريموفت بالراحه عشان ما اجيبش اي انجري للبيشنت بتاعي. صبينا وعملنا كاست، بعد كده هنبدا نعمل سبيشال تري، وبالسبيشال تري هنعمل بردك جرين كومباوند حوالين البريفري، وهنيجي عند البريفري بتاع الديفكت نفسها وهنعتبرها اكنها الحته اللي موجوده عليها بتاع السكار او السكين جرافت، هعتبرها اكنها فيستبيول، هعمل لها هي كمان بوردر مولد، اكن عاوز اجيب بريفرال سيل من المكان ده كمان. بعد كده هبدا اعمل اندزايربل اندر كات اقفله بفازلينيتد جزء، وابدا اخد الامبريشن بتاعي سواء كان بوليسلفايد او بالجينيت، خدت الامبريشن اعمل له كاستنج، وعلى الكاستنج هعمل الترايل دينشر بيز، وطبعا مش هعملها بالشلك، هعملها بسيلف كيور اكريليك علشان محتاج قوه ومحتاج ثبات، واخد الفيرتيكال دايمنشن والسنتريك ريليشن بتاعتي بالطريقه العاديه خالص اللي احنا بنعملها مع الكونكريت دينشر، وبعدين نحط على الارتكوليتور ونبدا نعمل ارانجمنت الارتفيشال تيث. وزي ما قلنا على قد ما انا محتاج اسنان اخليها قليله مثلا السايز بتاعها وكلوز التيبل سمول، او ان انا اشيل سن اخلي مثلا 1 دي مولر مع 2 مولر وهكذا، وابدا باسنان سيما اناتوميك وبعدين فلات، واخلي الاوكلوزال سكيما بتاعتها هنسيبها للدروس الاوكلوجن لما نبدا فيها ان شاء الله، ولكن باختصار هنخليها بس الكونتاكت لما يكون في سنتريك ريليشن، اول ما اروح لللاترال ريليشن يعني يكون ما فيش اي كونتاكت خالص علشان ما يحصلش اي انترفيرنس ولا بريماتيور كونتاكت ولا اي فورس تنزل على الووند بتاعتي. بعد كده بنعمل تراي ان ونعمل بروسيسنج للاكريل، الاوبتيوريتور معاه كل جزء واحد مع بعضه
اللي هو الدنشر معانا مع جزء الانتيوريدو كله مع بعض سواء كان اوبند او كلوزد كله مع بعضه، والتكنيك الثاني ان انا اعمل ده جزء لوحده وده جزء لوحده برضه موجود. خلصنا ونعمل بريشر انديكيتنج بيست على جزء الانتيوريتور، لازم ما يكونش فيه اي شاربنس، يكون هايلي بولشد، واعمل انسيرشن وريموفال اي حته هتجيب بليد او يكون فيها بريشر او بين للبيشنت، حد اعمل لها سيلكتيف جرايندنج وابدا اعمل لها بولشنج من تاني. اديناها للبيشنت، عملنا الانستراكشن العاديه بتاعتنا ونبدا نعمل فولو اب للبيشنت. تمام. هنتكلم بقى باستفاضه شويه عن هذا الجزء اللي هو الاوبتيوريتور او البلب اللي هو اكستندد فوق ده. هو مجوف في جميع الحالات، ولكن هل هو جزء واحد وان يونت، يعني الدنشر بيز والاسنان ده والاوبتيوريتور كله وان يونت وكلوزد الروف بتاعه كلوزد، ولا اوبنت، ولا احنا عملناه تو بارتس، بارت لوحده كده، تعاملنا مع الديفكت اكنه بلب اكنه بلد لوحده، الديفكت او الوند ده تعاملنا معاه اكنه بلد لوحده، وبدانا ناخد له امبريشن ونتعامل معاه، جبنا له امبريشن كويس جدا وقمنا عاملين له البارت بتاع الاوبتيوريتور ده لوحده. ويا سلام لو كنا عملنا امبلانت وعملنا له مثلا بقول ان سوكت اند لوكيتور او لوكيتور، وقفلنا الجزء بتاع الاوبتيوريتور اللي هو خد نورمال بلاتر الكنترول مع الديفكت ده بقى جزء لوحده، وبعدين بدانا نتعامل مع الحاله ان ده بلت عادي طبيعي انتاكت خالص، وعملنا بقى امبريشن وبوردر مولد اكننا بنعمل له كومبليت تنشر عادي خالص، ونعمل الكونكشن ما بينهم الاثنين بماجنت، تبقى حاله جميله فيها ريتنشن وستابيليتي وسبورت، والسايكيك ستيت بتاعت البيشنت بقت جميله جدا. صح. على اي حال لازم يكون هذا البلب او هذا الدور هولود من الداخل، لازم يكون مبلط عشان يقلل الويت بتاع التركيبه بتاعتي. انواع هذا الاوبتيوريتور معايا نوعين اثنين، سنجل بيس او تو بيسز. ان انا اعمل كونستراكشن له كوان يونت، شايفين دنشر بيز اكنه كومبليت دنشر اهو، وارتفيشال تيث والبلب اكستنشن اهو موجود. هل اتعامل معاه كسنجل بيس؟ اهل اللي قدامي ده الحل ده النوع الاول، ولكن هنلاحظ انه ليس كمفرتر، شايف ضخم علشان البيشنت يعمل له انسيرشن اند ريموفال ضخم قوي، وبعدين ما انتش عارف تاخد امبريشن كويس للديفكت بتاعي لان انا محكوم بامبريشن برضه من الخارج معاه في نفس الوقت كله مع بعضه، وفي باخد انسيرشن اند ريموفال وحاجه ضخمه كده امبريشن تقيل قوي، ما انتش عارف تاخد امبريشن للبيشنت ولا تعمل له انسيرشن ولا ريموفال للامبريشن نفسه، فما بالك بالاوبتيوريتور نفسه بعد ما خلص. مش هتلاقي ريتنشن ولا ستابيليتي ولا سبورت كتير قوي معاه، ودايما البيشنت بتاعك هيشتكي يقول لك ده انا بحس انه بيتحرك بيدخل لجوه، او بحس انه بيقع مني يا دكتور، وبعدين هيعمل له ايه سايكل تروما لانه تقيل وضخم بالشكل ده، وخصوصا لو شاله او دخله كده عمل له انسيرشن او ريموفال امام الناس الريلاتيفز اللي حواليه، اول ما هيشيله هتلاقي حصل له دروب مثلا في الفيس، فهتلاقي شكله عامل له سايكل تروما. الجميل اللي احنا نعمل التو بيسز ده ان احنا نتعامل مع الوونت او الديفكت على انه بلد لوحده، ونبدا ناخد له امبريشن، وهيكون بقى خلاص معايا الفرصه ان انا بتعامل معاه هذا الديفكت لوحده، فباخد امبريشن براحتي، بقفل الاندزيربل اندركات بس لما الاندركات الكبيره اللي انا عاوزها خلاص انا بتعامل براحتي، هاخد امبريشن كويس وهعمل كونستراكشن للجزء ده لوحده، عامل كومبليت ادابتيشن، وزي ما قلت يا سلام لو في امبلانت وعمل بلوكيتور او بولاند سوكت ولا حاجه ومسك، وعمل لي ريبليسمنت للنورمال بلاتر كنترول. بعد كده هتعامل مع الحاله اكنه بلد قدامي طبيعي اهو كومبليتلي انتاكت خالص، اخد امبريشن واتعامل معاه كاني بعمل كومبليت دنشر. جميله جميله. بل ممكن اعمل موديفيكيشن لها لو هو عنده كومبليت دنشر قديم، اعمل بس اوبتيوريتور للجزء ده لوحده والكومبليت دنشر اعمل له زي ده بالظبط اهو، اعمل لها الموديفيكيشن وماجنت يربط ما بينهم وخلاص، او لوكيتور يربط ما بينهم وخلاص. جميله. مور هايجينيك لان البيشنت هيشيل الدنشر الكومبليت دنشر ده يغسله براحته، مش هيكون خايف ولا زعلان من حد، الفيس بتاعه شكله مظبوط ويتعامل كشخص طبيعي، وخصوصا لو زي ما قلت لحضرتك ان هو كان عنده دنشر قبل كده فعارف ازاي بيعمل له انسيرشن وريموفال وكليننج وبياكل على انهي سايد والكلام ده، وفي اكوارد ماسل كنترول فايزلي تو بي هاندلد، وكمان لو في ايرلاند قلت هيزود الريتنشن بالنسبه للانتيوريتور
وماجنت او لوكيتور مع الدنشر مع الالتروتور، هيكون عندي الدنشر مسبورت كويس جدا، ده لوحده وده لوحده، فالويت قل بتاعهم، وبالتالي هتلاقي البيشنت السايكيك ستيت بتاعته كويسه جدا. ايا كان 1 بيس 2 بيسز لازم يبقى هورود مجوف، ولكن التجويف ده اللي هو داخله ده عشان يقلل الويت بتاعه، هل اسيبه مفتوح من فوق كده دي روف دي ملوش روف، ولا اعمله كلوزد؟ ده له ميريتس ودي ميريتس، وده له ميريتس ودي ميريتس، ادفانتج وديسادفانتج لكل واحد. تعالوا نتكلم على النوع الاول، ايا كان هو 1 بيس ولا 2 بيسز بس مفتوح اوبن انهايجينك. ليه؟ لان النيزل سكريشن هتنزل جواه كوميليت جواه، والفلويد هتدي لك ويت وباد اوضر، لازم حلها ان انت مضطر ان انت تعمل اوبن كده او هول عند الانفيرو لاترال وول من جنب التشيك، بحيث ان السكريشنز كلها دي تطلع باستمرار عشان ما يبقاش تقيل ولا عامل اوضر، وبالتالي هتلاقي البيشنت بتاع هذا الاوبتيوريتور باستمرار ماسك تيشو في ايده وعمال كل شويه ينزل سكريشن معاه، تمام؟ وبالتالي اكيد مش هيكون كويس لو عملناه كلوزد. امال ايه مشكلته ده؟ امال ايه الادفانتج بتاعته؟ ده كلها حاجات عيوب ويت واوضر وبتاع، امال ايه الادفانتج بتاعته؟ تعال بقى نشوف الثاني اللي هو الكلوزد، ايا كان 1 بيس او 2 بيسز برضه مفيش فلويد هيتلم جواه، ده هو هايلي بولشد من جميع الجهات وجليزد وكلوزد لغروف، يبقى مفيش اي فلويد هيجي جواه، وبالتالي مش هيزود الويت ولا هيعمل اوضه، ولكن الديس ادفانتج بتاعته ان هو قفل السبيس، ما عادش في اير سبيس. هتلاقي البيشنت لما يجي يتكلم صوته ضل، ما انتش عارف تسمعه، صوته مكتوم، مفيش ريزونانس، الصوت رنه الصوت مش موجوده بخلاف التاني، ده الفرق ما بين ايا كان 1 بيس 2 بيسز. هعمل ازاي هذا الكلوزد الهورونج لهذا الاوبتيوريتور وات ايفر هو كلوزد ولا اوبن؟ هتعمله ازاي الهورونج اللي جوه ده؟ مش احنا خدنا امبريشن وعملنا واكسنج اب، عملنا واكس، حولنا الحاجه بعد ما عملنا جوريليشن وارانجمنت الارتفيشال تيث ومش عارف، حولنا كل ده لواكس، ورحنا عملنا فلاسكن، وفي الفلاسك عملنا واكس اليمينيشن، والسبيس او الديفكت بنات ظهرت قدام. هقوم جايب لاير من الهيت كيور اكريليك ريزن، ده وقت بقى الباكنج وفاكرين اهو، هجيب لاير من الهيت كيورنج اكريليك ريزن واقوم حاططها على الوول بتاع الديفكت بتاعي. واقوم جايب باج من السلوفان مليانه ساند رم، واقوم حاططها في وسطه. واقوم مكمل باكنج الاكريليك فوق. واقوم عامل لها بروسيسنج. بعد ما خلصت خالص اقوم جاي فاتح فيها هول كده تنزل الرمل اللي كان موجود فيها، واقفلها بسيلف كيور وفينشنج عند بولش، يبقى ده الكلوزد. طيب طب الاوبن؟ طيب نفس الكلام، بس اقوم شايل الروف بتاعه، وبعد ما اشيلها لازم يكون السوبيرور سيرفيس بتاع الاوبتيوريتور سلايتلي كونفكس هايلي بولشت جليز، ما يعملش اي فريكشن مع الووند بتاع الديفكت اللي موجود عندي. كلام سهل، ننقل على اللي بعدها. ديفينيتيف اوبتيوريتور فور ايدنشلس كومبليتلي ايدنشلس بيشنت، بس بارشال ماكسيل اوبتوم سمول، حته صغيره. اعتقد ان شاء الله ان الامور هتكون احسن والبروجنوزس احسن، لان انا عندي ريميننج هيلستيشن موجوده كتير، فهقدر اجيب منها سبورت وهقدر اجيب منها ستابيليتي. قد يكون الريتنشن بتاعي هو اللي كومبرومايزد شويه، لان الاريا اللي عند الديفكت دي كسرت البريفرال سيل، بلس ان انا ممكن ما اقدرش ادخل جامد بالامبريشن لو هي سمول، فمش هعرف اعمل اكستنشن للانتيوريتور. ايا كان لو انا دخلت وجبت امبريشن لها لازم اعمل هنا تيشو كونديشن ماتيريال علشان تعمل انجيجمنت للاندر كات، وبالتالي تجيب لي ريتنشن. نفس الستبس من برايمري امبريشن لحد الدليفري نفسها، نفس اللي احنا لسه متكلمين عليها. طيب ندخل على اخر واحده اللي هي ديفينيتيف اوبتيوريتور فور بارشالي ايدنشلس ماكسيلوبتوم ديفكت. كبيره ده بقى الموضوع اللي احنا عايزين نركز فيه، وزي ما انا قلت لحضراتكم محتاجين يا اما يكون معانا ورقه وقلم تكتب معايا، او يكون معاك ريكوردر الموبايل تسجل، لان هنعمل زي سكيم زي ما كنا في سنه اعدادي بندخل معمل الكيمياء معانا سكيم كده بنمشي وراها معادله ورا معادله، والورقه دي بتكون بيبر دي معانا،
فباذن الله ربنا يهدي لنا سكيم نمشي معاها، نعمل ديزاين للار بي دي العادي وبعدين نطبقه على هذا الاوبتيوريتور بتاع البارشال ايدنشنس بيشنت، ونخلي الورقه دي معانا للاختبارات او معانا في العياده، وتكون سهله ولذيذه وتسهل على موضوع الديزاين تماما ان شاء الله. بدايه ادى الديفينيتيف اوبتيوريتور فور بارشال ايدنشنس بيشنت ممكن اعمله ب1 من 3، يا اما بدايه هعمل له كاست ميتال كلاس بليتنت بروسيسس زيه بالظبط زي الكونفنشنال ار بي دي اللي هو الكاست عند الدنشر بيس بقت ميتاليك اهي، والكلاسز بقت كاست، وعندي دنشر بيس من الاكريليك عشان ستاتيك، وبدات احط الاسنان بوستيرو تيث موجوده، وبدات يا اما سيمي اناتوميك يا اما اناتوميك. بعد كده ممكن استخدم النوع الثاني وما ننساش في الاونيه البالب اكستنشن موجود في الصوره الثانيه، او ان انا عندي حل ثاني ان انا هعمل امبلانت، او لو انا عندي ناتشرال تيث موجوده هعمل لها اندو وهتحط معاها اتاتشمنت، واعمل استخدم اتاتشمنت مع الاوبتيوريتور بتاعي، او الحل الثالث ان انا هستخدم اكريليك عادي خالص واستخدم روت واير اللي هو العادي خالص، بس هكون بقى مضطر كل شويه ان انا اغيره اصلا او اعمله ريلايننج او ريبيزنج باستمرار. ايا كان كل واحد من الثلاثه، هل هو كاست ميتال ولا اتاتشمنت ريتيند بروسيسس ولا روت واير ريتيند بروسيسس فولي اكريليك، ايهم الثلاثه هيكون with or without bulb extension، ودي طبعا according to size of the defect and required retention stability support. يعني ما تنساش ان الاوبتيوريتور ده احنا رحنا في هذا الديفكت عشان نجيب الريتينشن ستابيليتي سبورت، انا ممكن اجيبها من حاجه ثانيه خلاص، يبقى ملوش لازمه الاكستنشن، او على الاقل ملوش لازمه الاكستنشن الكبير. انا البرايمري فانكشن بتاعي كلوز هذا الاوبتيوريتور، ميك سيبريشن ما بين الاورال كافيتي والنازل كافيتي. طيب ديزاين سبيسيفيكيشن، هدور لازم احط في دماغي على حاجه اسمها سبورت وريتينشن، اللي لو جبتهم هيديني ستابيليتي على طول. سبورت هيجي منين؟ من الريزيدوال هيلس تيشو، هغطيها بالدنشر بيز او الميجر كونكتور، ولازم يكون ريجيد علشان يجيب لي سبورت. او اعمل مالتيبل راوندد كلاسبس ريست، مالتيبل راوندد ريست يعني الاسنان الريميننج ناتشرال تيث اللي معايا هعمل كلوزر ريستس كتير، بس الطبيعي في الار بي دي العادي ان هي بتكون ترانجولر ان شيب والبيس بتاعها تورد المارجن، لا انا هعملها هنا راوند ولارج، او هضطر ان انا اعمل بالب اكستنشن انتو ذا ديفكت، او هعمل امبلانت واجيب منه سبورت. طب الريتنشن يا اما هجيبه من الدايركت ريتينر اللي هي الكلاسكس زيه زي الار بي دي العادي، ومن الدايركت ريتينر اللي هو بيمنع الروتيشن اراوند فالكرام اكسس، او استخدم اتاتشمنت مع امبلانت او ناتشرال تيث، او ان انا هستخدم تيشو كونديشن ماتيريال تعمل انجيجمنت الاندر كات سواء كان في الديفكت او في السكين جرافت اللي محطوطه اراوند المارجن اوف ذا وونت اللي هتجيب لي انجيجمنت لها وتعتبرها كانها بريفلر سيل، او ان انا استخدم تو بارتس اوف ذا اوبتيوريتور، الاولاني هيبقى محطوط كامل فريكشنال جريب مع الديفكت، والجزء الثاني يتعامل كانه كونفنشنال كومبليت دنشر، والكونكشن ما بينهم يكون بماجنت او بلوكيتور. Principles of designing the cast metal class retained obturator for partial edentulous patient. استاذن حضراتكم بقى نسيب المكسيلوفيشال بروسيسس تماما وننسى كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي خالص، سيبه تماما كده وتعالى معايا، احنا رايحين دلوقتي في الار بي دي. هنتكلم في الار بي دي العادي اللي هو بتاع كينيدي كلاسيفيكيشن، هنروح وهننسى ان احنا بنعمل حاجه اسمها اوبتيوريتور ومكسيلوفيشال والكلام، لا احنا دلوقتي في الار بي دي. اول حاجه لما نيجي نعمل ديزايننج لاي ار بي دي كيس باختصار، لو هتلحق تكتب ورايا، لو مش هتلحق الريكوردر بتاعك موجود، وبعد ما تخلص المحاضره اكتبها في ورقه واحتفظ بيها. اول حاجه هعملها لاي كيس، بس في البدايه انا متفق معاكم ان مفيش وان ديزاين للكيس، لا انليميتد ديزاين لاي كيس. ممكن انا احط ديزاين بحيث ان انا اعمل ايكوال فورس ديستريبيوشن واحافظ على ريميننج ناتشرال تيث واحافظ على ريزيدوال الفولار ريدج،
وانت تعمل ديزاين يعمل نفس الحاجات دي بس ديزاين غير بتاعك. فان ليميتد ديزاين لكل حاجه، ولكن انا بعمل حاجه سيمبل بحيث انها تريحك وتسهل عليك الموضوع. واحد، هعمل موست بريبريشن او اي سيرش ريموفل لاي سنه مثلا ريمينج روت ولا مثلا للتشو ولا هعمل اندو بيريو اورس والحاجات اللي هي عايزه تتعمل اللي هي الموست بريبريشن. بعد كده هدخل على الاباتمنت توث. اباتمنت توث هعمل لها اربع حاجات. الاباتمنت اللي هي السنه اللي جنب الايدنشولس اريا، انا بتكلم ار بي دي، مفيش حد دلوقتي ما تركزوش في الماكسيلوفيش، انا بتكلم الار بي دي العادي. الاباتمنت توث اللي جنب الايدنشولس اريا هعمل لها اربع حاجات. اول حاجه اعمل لها جايدنج بلين، هروح على البروكسيمال سيرفيس اللي هو ادجيسنت تو ايدنشولس اريا واجيب تيبر ستون دراوند اند واعمل لها فلات نينج. اثنين، اعمل تشينج هايت اوف كونتور لو محتاج، كرييشن اوف ريتنتيف اندر كات لو محتاج عشان ريتنشن. ثلاثة أربعة هو آخر حاجة هعمل لها الأوكلوزاليست سيت بريبريشن. واحد اسمه جايدنج بلين، اثنين تشينج هايت اوف كونتور، كرييشن اوف ريتنتيف اندر كات، ثلاثة أوكلوزاليست. خلصتها ادخل على بعدها. دي ربطنا سنة ايزوليتد موجودة كده وجنبها هنا من الميزر والديستال ايدنشلس لوحدها واقفة ايزوليتد، اعمل لها ميزر وديستال ريست، ما تعملش عليها اي بلازما. لو عملتها بلازما من الميزر هياخدها من الميزر، من الديستال هياخدها من الديستال، ميزر وديستال ريست كده وخلاص. خلصت. اللي بعدها كينيدي عمل اربع كلاسز، فور كلاسز، علشان اعمل ديزاين لازم اعمل كلاسز. ليه؟ لان الار بي دي ده 1 يونت كله هيتحرك 1 يونت، مش زي الناتشرال تيست كل سنه لوحدها، لا ده 1 يونت وريموفابل مش زي الفيكسد الكراون اند بريدج، لا يعني لو فورس نزلت على الرايت سايد هتاثر على الليفت سايد. كينيدي عمل كلاسيفيكيشن محترم يونيفرسال معمول بيه عند كل الناس، اللي هو عباره عن ايه؟ كلاس 1 بايلاترال ادنشلس اريا لوكيتد بوستيريو تو ريمينينج ناتشرال تيست، كلاس 2 يونيلاترال ادنشلس اريا ريمينينج تو بوستيريو تيست، كلاس 3 يونيلاترال باوندد ادنشلس اريا في بوستيريو ناتشرال تيست وانتيريو ناتشرال تيست، كلاس 4 بايلاترال ادنشلس اريا كروس ميد لاين وفيه بوستيريو تيست. سهله 1 و 2 و 3 لهم موديفيكيشن، 4 مالوش موديفيكيشن. تمام، حلو الكلام. طيب كلاس 1 هديله 2 كلاس، كلاس 2 هديله 3، 3 هديله 4، 4 هديله 6 كلاس. من الاول كلاس 1 2 كلاس، 2 3 كلاس، 3 4 كلاس، 4 6 كلاس، على اعتبار ان انا بعد الامبريجر كلاس ب 2. سهله. ايه اللي بعد بعدها؟ ابدا اول حاجه اعمل دايركت ريتيرن اللي هو الكلاس اول بوستيرور تيس ايكر واخواته. يعني ايه ايكر واخواته؟ ايكر وموديفايد ايكر اللي هو سي كلاس، اكستندد ارم كلاس، امبريجر كلاس، رينج كلاس، كل دول ايكر واخواته هستخدمهم في البوستيرور تيس على اساس الاختلاف ما بينهم الايدنشال الاندر كات فين والاماونت اوف ريتنشن انا محتاجها قد ايه. يبقى اول بوستيرور تيس هستخدم ايه؟ ايكر واخواته على اساس انا محتاج ريتنشن قد ايه والاندر كات موجوده فين. طب البوستيرور كلاس هيكون في كلاس كام وكام؟ هيكون في كلاس 3 كلاس 4 كلاس 2 في الانتكت سايت كلاس. طيب خلصنا كده الايكر، اول انتيرور كلاس هيبقى اي بار واخوه الاي بار وله اخ كمان اقوى منه شويه. كل الانتيرور كلاس اي بار او اخوه. الاي بار باشكاله الثلاثه اللي هو تي اي وتي وموديفايد تي والواي. خلاص ده هنستخدمه في الانتيرور تيس. له اخ اقوى منه شويه اسمه ار بي اي قوي، وفي بعض الاحيان بيغير هدومه فبيبقى اسمه ار بي اي. لهم ابن عم برضه اسمه كده روت واير كلاس، بيبقى نستخدمه في الانتيرور تيس في بعض الحالات اللي انا مش عارف استخدم فيها الاي بار، مثلا هاي سيرفي لاين شادو ساركس او الاباتمنت سيفيرلي تلتد، فبجيب الروت واير استخدمه. اللي انا همشي عليه في السكيما بتاعتي الاي بار كلاس بقى انتيرور او اخو اللي هو القوي ار بي ار والبوستيرور ايكر واخواته. اذا هتستخدم بوستيرور ايكر يعني هيشيل معايا من بوستيرور يبقى انتيرور حط اي. مش هستخدم بوستيرور ايكر واللي هيشيل الليله كلها واللود كله الانتيرور استخدم ار بي ار. سهله. خلصت. تعالوا بقى نقول عليها. مثلا كلاس 1 قلنا 1 هياخد 2، 2 هياخد 3،
3 هياخد 4 4 هياخد 6 1 2 انتيرو مفيش كلاس بوستيرو يبقى ال 2 هيبقى 2 انتيرو هيبقى ايه ار بي ار صح وهكذا تطبق القانون بتاعك مع الجميع الامبريجر كلاس اللي هو 2 ايكر عكس بعض ب 1 ماينور كونكتور و2 اوكلوزر ريست وبعدين 2 باكر كلاس و2 بلاتر كلاس هو زوجي اهو هستخدمه في الحالات الزوجي ايه الحاله الزوجي اللي عندي كلاس 2 وكلاس 4 كلاس 2 هستخدمه في الانتكت سايد وكلاس 4 هستخدمه بستيرو خالص خلاص كتبناها او سجلناها تعالوا بقى ايه نشوف اللي بعدها اللي بعدها اندايركت ريتينر اندايركت ريتينر اللي هو اني بارت اوف ار بي دي ويتش ريزيست روتيشن اراوند فالكرام اكسس اقرب واحسن شبه لها المرجحه اللي كانت في الجناين موجوده في الحدائق العامه بالذات يعني ولد بيتمرجح من اليمين واخوه من اليسار ده ينزل ده يرفع لو الولد ده مش عايز ده يطلع لفوق هيعمل ايه مش عايز ينزل لتحت ويطلع لفوق يقوم حاطط رجله في الارض يبقى ده مش هيعرف يتحرك لا ينزل لتحت ولا يطلع لفوق نفس الفكره بتاعه الاندايركت ريتين الايدنشلس اريا حابه تسيب لو بتاكل ستيكي فود حابه تسيب الريدج وتقوم طالعه لفوق ايه اللي هيمنع انها تطلع لفوق حوالين حاجه اسمها فالكرام اكسس ان يكون في اتجاه عكس الفالكرام اكسس ده حاجه محطوطه كده اي بارت من الارض دي تمنع ان هي تطلع تسيب الريدج وتطلع امال ايه هو الفالكرام اكسس ده لاين بيترسم كده ما بين لاست بوستيرور ريست تشوف اخر ريست على الابطمنت اللي في اليسار واخر ريست في اليمين تمشي ما بينهم خط ماجينال لاين توصله ما بينهم في عكسه هيتحط هذا الاندايركت ريتين كل ايدنشلس اريا واحده محتاج لها واحد اندايركت ريتين الانديكيشن بتاعه في ايه كلاس 1 و2 ولونج 4 سيري مالوش 1 و2 ولونج 4 كلاس 1 كام ايدنشلس اريا 2 واحد على اليمين واحد على اليسار يبقى دي محتاجه واحد هنا ودي محتاجه واحد هنا كلاس 2 1 ايدنشلس اريا محتاجه واحد اندايركت ريتين في العكس الاتجاه كلاس 4 2 ايدنشلس اريا لانها معديه الميد لاين يبقى محتاجه 2 اوكلوزر 2 اندايركت ريتينر بوستير غالبا بتستخدم الاندايركت ريتينر بيكون عباره عن اوكلوزر ريست ريست بنحطه فين بالنسبه لكلاس 1 و 2 على سنجل اند كناين ان لم يكن ميزيا للفور ان لم يكن ميزيا للفايف طب الاندايركت ريتينر بتاع كلاس 4 الاثنين اوكلوزر ريست اللي هم اللاست اللي موجودين في الاخر في الامبريشر كلاس خلصت ندخل على اللي بعدها الميجر كونكتور الميجر كونكتور على حسب الاكستنشن بتاع السبيس الايدنشلس اريا وعلى حسب انا محتاج سبورت قد ايه وعلى حسب الموديفيكيشن ببدا من اول البار الاستراب البليت الكومبليت بلات البليت مع اختلاف بقى يو شيب انتيرو بوستيرو مش عارف هورس شو الكلام ده كله فشوف انت عندك قد ايه الايدنشلس اريا في الليفت سايد عايز تعملها كونكشن للرايت سايد والاكستنشن بتاعها قد ايه وانتيرو ولا بوستيرو عندك توراي ولا ما عنديش توراي عندي مش عارف البلاتال فولت في شيب يو شيب شوف النوع المناسب ليه استخدمه ابتداء من بار استراب بليت كومبليت بلاتال بليت خلصناها تمام سيب بقى الار بي دي في حاله ونرجع للمجزيلو فيشال بروسيسز بتاعنا خلاص بس الكلمتين اللي انا قلتهم دول ركز واوعى تنساهم خليهم معاك دلوقتي لان من هنا لبقيه المحاضره هم الكلام ده هنكرره مره واثنين وخلاص برينسيبلز اوف ديزايننج كاست ميتال كلاس بريتيند اوتيوريتور فور بارشر ايدنشلس بيشنت ذا سيم اس ار بي دي بس تعالوا بقى نتكلم كمان شويه صغيرين كده ماوس بريبريشن اوعى تعمل جراحه لو البيشنت ده واخد راديشن ثيرابي قبل 2 ييرز ولازم تعمل كونسلتيشن مع السيرجيون ولازم تعمل كونسلتيشن بتاع راديشن دخل نفسك في وسط الراديو كروزز ودخل نفسك في مشكله تيك كير يوزف سيرفير لازم نستخدم هنا السيرفير علشان انا عندي اندرقات في الناتشورال تيث وفي التيشو ريزيدوال الفولار ريدج وفي الديفكت نفسه فلازم احدد في كل واحد الديزايربل اندرقات من النون ديزايربل اندرقات من الباس اوف انسرشن اند ريموفال والباقي اعمل له بلوك اوت فلازم نستخدم هنا دنتال سيرفير اباتمان توس بريبريشن اللي هنبدا بالجايدنج بلين والحاجات الثانيه بس خلي بالك هنا الجايدنج بلين هتزود ان احنا كنا هناك بنعملها في البروكسيمال سيرفيس اللي هي الادجيسنت تو دينشلس اريا هنا هتعملها في كل البلاتال سيرفيس كمان
عشان تجيب بريسنج وتجيب ريتينشن وتجيب استابيليتي. ريجيد ميجر كونكتور لازم يكون ريجيد، ما فيش اي فلكسبيليتي. اليو شيب ما يمشيش معايا، الهورس شو ده ما يمشيش معايا، انا عايز واحد ريجيد عشان اجيب منه سبورت. دايركت ريتينر اللي هو كل البوستيرور ايكر باخواته وكل الانتيرور يا اي بار يا روت واير. الار بي اي مش هستخدمه هنا لان الار بي اي بيسمح بموفمنت وبوتنشال بيس توورد التشو، يعني هناك هيروح توورد الريزيدوال ادنشرس اريا وهنا هيخلي الدنشر بيس تمشي اتجاه الديفكت، وانا مش عايز كده. يبقى مش هستخدم للار بي اي ولا اخوه اللي هو الثاني ار بي اي، هستخدم يا اي باي يا روت واير. تمام. ولازم يكون ما فيش فورس ابلايد، يبقى بس لو الاوبتيريتور عايز يقع يبقى اكتف، يبدا يبقى اكتف عشان انا مش ناقص، انا حافظ على السنه الناتشرال اللي موجوده عندي، لا الاوفر لودنج بتاعها يعمل لها لوزنس وتتخلع، ده انا محتاجها. فلازم اتاكد انه باسف لو ما فيش فورس نازله عليه. دايركت ريتينر ذا سيم زي الار بي دي العادي، اعمل ادجستمنت للكلوزال بلين وخصوصا في الاسنان الناتشرال اللي موجوده بوز الديفكت اريا، حاذر من البريماتور كونتاكت او بارا فانكشنال فورسز او الحاجات دي هتعمل لك اكسسيف فورس او كونسنتريتد فورس على الوند مش محتاجينها دلوقتي. طبعا ارتفيشال تيس بتاعتك قلل العدد وما تبداش اناتوميك، ابدا اسمها اناتوميك وخلي الفورسز نازله قليله وما فيش اي كونتاكت ما بينها في اللاترال موفمنت ولا في البروتروجن علشان ما تعملش اكسسيف فورس على الاوبتيريتور اللي هو اصلا مش ماسك جامد ولا في ستابيليتي ولا حاجه، ده احنا بندور له على اي حاجه ايه تمسكه. خلاص. طيب مش احنا قلنا علشان تعمل ديزاين كويس وتعمل فورس ديستريبيوشن لازم تعمل كلاسيفيكيشن؟ وام جاء الراجل اسمه كينيدي عمل كلاسيفيكيشن وعلى اساسه عملنا الديزاين وقلنا ان الار بي دي 1 يونت وبتحرك لو اترفع من اليسار هينزل من اليمين وهكذا. يبقى لازم انت تعمل كلاسيفيكيشن برضو، تعمل عليه الديزاين بتاع الاوبتيريتور اللي انت هتعمله ليه بارشال ادنشرس بيشنت. ربنا هذا كلاسيفيكيشن كويس لدكتور مصري، دكتور محمد الارماني من اسكندريه، عمل الكلاسيفيكيشن وبقى يونيفرسال، بقى معمول بيه في كل المراجع وخلاص معترف ان ده الكلاسيفيكيشن اللي هيعمل لك سيمبل ديزاين للاكوايرد ماكسيلري ديفكت وبسهوله. هو 6 كلاسز كنا في كينيدي 4 كلاسز، هنا 6 كلاسز. هعمل لك حركه ما تنساهوش ابدا باذن الله تعالى. يا رب الكاميرا تكون جايبه ايدي لان انا مش شايف، ولكن انا هعتبر ان ايدي ده هي الديفكت وهنا الميد لاين بالظبط اهو. تعرف تعمل الحركه دي؟ 1 2 3 4 5 6. عاملها تاني، 1 2 3 4 5 6. يلا نعملها كده عشان ما ننساهاش. 1 lateral defect with anterior margin approach the midline. مش احنا قلنا هنا الميد لاين وايدي الديفكت؟ ادي lateral defect with anterior margin approach the midline. Class 2 lateral defect with anterior margin away from midline. Class 3 middle defect surrounded by remaining natural teeth. Class 4 lateral defect، شوف عمل ازاي، with anterior margin cross midline. Class 5 defect with anterior teeth remain. Class 6 defect with posterior teeth remain. سهله سهل. اللي بعدها ادي المنظر، كلاس 1 ديفكت اهو لاترال وواصل لحد الميد لاين بس مش معديه ومش بعيد عنه. اللي بعد اهو لاترال بس اواي فروم ميد لاين، بعد كده ميدل ديفكت والناتشرال تيس كلها موجوده، بعد كده ديفكت عدى الميد لاين وده اصعب واحد فيهم كلهم، بعد كده بوستيرور ديفكت ويز انتيرور ناتشرال تيس ريمين، بعد كده ديفكت انتيرور ويز بوستيرور تيس ريمين. سهل. تعالوا بقى نعمل لهم ديزاين بسهوله جدا جدا ان شاء الله تعالى. احنا كتبنا السكيما بتاعت الار بي دي العادي او سجلناها او فاكرين منها كلمتين. تعالوا نشوف، ادي رسمه مرسومه اهي. كلاس 1 اول حاجه هعملها جايدنج بلين، هروح للبروكسيمال سيرفيس بتاع الاباتمنت توث اللي جنب الديفكت واقوم عامل جايدنج بلين بلس كل البلاتر سيرفيس بتاع كل الناتشرال تيست اعمل لها فلات نيم مع النورمال كونتور بتاعها تبقى جايدنج بلين.
اثنين اقرب شبه الديزاين ده اقرب شبه ليه من الكينيدي كام؟ كلاس 2. كلاس 2 بتعمل ايه؟ 2 بياخد 3 صح؟ واحد انتيرور على الابطمنتوس اي بار والبوستيرور امبريشر كلاس في البوستيرور. يبقى ريتنشن انتيرور احط اي بار والبوستيرور احط امبريشر كلاس على الموست بوستيرور تيس. دايركت ريتينر احط كلوزر ريست على سنجل امبكناين. مش معايا يبقى على ميزل الفور يبقى على ميزل الفايف. وكل ده يعتمد ان انا اكون بالبندكلر للونج للاكسس روتيشن. باخد تشابه من الديزاين بتاع الار بي دي العادي وبطبقه هنا وبتطلع صح باذن الله تعالى وبتعمل الديزاين بسهوله ويسر. سبورت هتجيبه منين؟ ريجيد ميجر كونكتور مغطي از ماتش از بوسيبل. والريست اللي انت استخدمتها تقدر تعمل على كل الاسنان اعمل ريست، ولكن الاساسيات اللي عندك ان انا معايا واحد مع الاي بار، معايا واحد من الاندايركت ريتينر، معايا البوستيرور اللي هو الامبريشر كلاس. بس شكل ريستس موجوده وكبيره لو انت ركزت فيها هتلاقي ريست كبيره راوند او ضخمه اكستندد. وعلى حسب في اسنان مفقوده هعرف اعمل امبريشر ولا لو مش موجوده ايا كان البوستيرور بتاعها هيكون ايكر. ادي نموذج ثاني مبين لنا الميجر كونكتور والاي بار في الانتيرور والايكر في البوستيرور. ندخل على كلاس 2. كلاس 2 اقرب شبه ليه ايه؟ بالشكل كده اقرب شبه ليه ايه؟ كلاس 2 اللي هناك صح؟ هنستخدم 3 كلاس. 2 اي بار في الانتيرور والبستيرور محتاج ريتنشن كتير هستخدم امبريشر كلاس، مش محتاج ريتنشن كتير هستخدم ايكر كلاس. كلاس 2 بيستخدم اندايركت ريتينر، واحد اندايركت ريتينر اوكلوزر ريست بتحط ريست بتحط على السنجل ميكانين اللي لم يكن ميزل 4 او 5. سبورت هجيبه منين؟ ريجيد موجر كونكتور مغطى از ماتش از يو كان والكلاس بس الكلوزر ليست اللي انت حاططها كلها. ادي الشكل اهو. شوف في الانتيرور تيث عامل سلفيت كراون وحاطط لي ايه؟ ريستس كبيره اهو، ريست سيت اهو. بس اللي على الريست سيت اللي على الكناين ده هو ده الاندايركت ريتين. الكلوزر ليست اللي هتحط عليه او السنجل ريست اللي هتحط عليه ده الاندايركت ريتين. بوستيرور اهو عامل بريباريشن لاثنين اوكلوزر ليست يعني هيستقبل البريشر كلاس. وفي الانتيرور احط ريست زياده علشان اجيب منه سبورت. كلاس 3 اقرب شبه ليه؟ كلاس 3 العادي بتاعنا اللي هو كوادري لاترال كونفجريشن. انتيرور بتستخدم 4 كلاس 4 كلاس. انتيرور الاثنين الاماميين اي بار والبوستيرور ايكر وايكر. الريتنشن بتاعك السبورت هتجيبه منين؟ توس بور سبورت كله هو يجيب من التوس. ديفكت كبير في الميديا لو عندي تيشو اغطيه. ريجيد ميجر كونكتور يجيب لي سبورت. والاوكلوزر ريست اللي هتحط على الاثنين القناين الاماميين مع البوستيرور اللي هو ال6 او ال7. الحاله دي مستخدمه اندايركت ريتينر. هو الكلاس 3 العادي بيستخدم اندايركت ريتينر، هنا مش بيستخدم اندايركت ريتينر. شوف بقى الحاله الصعبه دي بقى. شوف الديفكت وصل لحد فين. اي تيشو عندك تعرف طبعا هتعمل جايدنج بلين رقم 1 للبروكسيمال سيرفيس وكل البلاتال سيرفيس. اي تيشو عندك تعرف تعمل لها كفر اعمل لها كفر. اي سن عندك تعرف تعمل لها كلاسبنج اعمل لها كلاسبنج. عرفت تحول الاسنان دي انت تعمل لها ريدكشن وتعمل اوفر دنشر يبقى ريت. شايف عامل كلاسبنج الكلاسبس كتيره ازاي والاوكلوزر ريستس كتيره ازاي في الصوره. زياده على ذلك ان فيه ديزاين معين ان انا احط الريتنتيف كلاسب ارم اللي هو الاي بار الانتيرور على البلاتال سيرفيس او الفيشيال سيرفيس عادي، وهاجي على الريتنتيف كلاسب ارم في البوستيرور وهو المفروض يكون في البكر انا احطه في البلاتال يبقوا عكس بعض. وبالتالي الاوبتيريتور ده لو حاب ينزل مش هيعرف ينزل لان الاثنين عكسين لبعض. فهتلاقي ان هذا الديزاين ماسكه كويس وانت هيعمل له ديس انجيج امتى؟ لما يكون بروسيزز ديسبليس سوبيريورلي لما يطلع لفوق هيحصل له انجيجمنت يعني هيزود الريتنشن مش هيخليه دروب داون في الاورال كافيتي. كلاس 5 اقرب شبه ليه من الكينيدي كلاس 1. قوم عامل لي 2 انتيرور كلاس ما بنستخدمش هنا ار بي اي خالص اي بار في الانتيرور. وممكن استخدم سوينج لوك ديزاين وممكن وهعمل اندايركت ريتينر تو كلوزر ليست او سنجل ريست على القناين في اليمين وعلى القناين في اليسار. كفر ماكسيمم بوسيبل اريا از يو كان واستخدم ريستس كتيره از يو كان وتكون راوند ولارج والميجر كونكتور بتاعك يكون ريجيد از يو كان.
اخر كلاس اللي هو كلاس 6 اقرب شبه ليه زي ما احنا شايفين، كلاس 4 اللي هو 6 كلاس بس على اعتبار ان احنا بنستخدم الامبرجر بعد الامبرجر ان هو 2، فهستخدم في الانتيرور هنا اي بار وهنا اي بار واحط امبرجر في البوستيرور من هنا وامبرجر كلاس اللي هو دبل ايكر، هيجيب لي ريتنشن وهيجيب لي سبورت، والاندايركت ريتينر في هذه الحاله هيكون الموست بوستيرور وكلوزر ريست اللي موجوده في الامبرجر كلاس ريجيد ميجر كونكتور كفر از ماتش از يو كان. وبكده يبقى احنا خلصنا الاكوايرد، ده الصوره بتاعت الحاله اللي فاتت، عامل ريجيد ميجر كونكتور وعامل اي بار في الانتيرور وعامل ريستس على قد ما قدر وهكذا الديزاينز. ده اكزام لكم لو حابين تعملوه، واللي واقف عليه ديزاين ولا حاجه وعايز يعمل ديسكشن معايا ماشي، او انت تعملها ترين مع نفسك كده مع المعلومات اللي انت خدتها تقول هعمل له ازاي. وخصوصا هنا مثلا في اتاتشمنت اهو، ده كلاس مثلا كام وهنستخدمها ازاي. ده كلاس كام مثلا؟ بوستيرور تيست ريمين اهو والديفكت انتيرور، وكل الريمينينج ناتشرال تيست لوكيتد بوستيرور تي 8 ديفكت في الميدل. بعد كده نفس الكلام في الميدل، نفس الكلام ده لاترال، وهكذا اشكال مختلفه ممكن تعمل لنفسك ترين عليها. وما تنساش الشكل اللي احنا بنقول 1 2 3 4 5 6 على اعتبار ان ايه دي هي الديفكت، 1 2 3 عدى الميد لاين تحت وفوق، اسنان موجوده فوق والاسنان الطبيعيه موجوده تحت. اتمنى من الله ان الحمد لله ان يكون ربنا كتب لي التوفيق ان انا اوصل لحضراتكم معلومه ويكون علم ينتفعوا به يا رب، وربنا يجعله في ميزان حسنات والدي ووالدتي، ربنا يديها الصحه ويطمنا على اهلنا في مصر زوجتي واولادي. واتقدم بخالص الشكر الى البروستودونتيك تيم كله، اساتذتي وزمايلي، وان شاء الله نوعدكم ان احنا نقدم لكم كل ما هو جديد، سواء كنا في الكروكولم بتاعكم ريموفابل او فيكسد او ار بي دي او كومبليت او اوكلوجن او امبلانت. ان شاء الله ربنا يعيننا ونعمل لكم احسن حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما ادري والله انا بقى معاكم ولا ايه، يا ريت يا حسام تتواصل اذا امكن.